بنين، لا لن يحدث شيء. مطار الخوخجة. تفقد صور كاميرا مرتبة. نصبت حقيبة مسجلة في رحلة إلى أمستردام. الجائزة الدولية ليما البيرو. كل يوم تغطية جديدة لعناصر الأمن. الشرطة الوطنية ترتب للاعتقالات عبر التلفاز. هو أخبرني لا لن يحدث شيء. 60,000 مسافر من المطار. ماشي خلاص اهو. وخلف الكواليس. تفقد صور كاميرا المراقبة. رصدت حقيبة مسجلة في رحلة إلى أمستردام. ودي. تفقد صور كاميرا المراقبة. تعالي لي يا عم. اسمع يا حاج. اسمع يا عم. خلاص يا عم. انا عايز اتفرج على القناة اسمها النشر. هذا فرق على القناة. هذا فرق على البتاع ده. ما ايه؟ القناة دي. القناة نجرج ابو جب. جاكي. جاكي؟ جاكي شان؟ جاكي. مين جاكي؟ ولد جاكي لا مش جاكي شان. جاكي اسمعي قناة اسمها نشرش ابو جاكي. جاكي قناة نشر ابو جاكي. جاكي اسمها كده جاكي. يا عم قلت لي جاكي شان. يا عم لا مش جاكي شان. جاكي قناة نشر ابو جاكي. جاكي جاكي شاكي. شاكي مش شاكي شان. لا اسمها نجر ابو جاكي. مش شاكي. شاكي شان باين. شاكي باين. شاكي شان هي باين. شاكي شان هي قناة اسمها قناة نجر ابو جاكي. ابو شاكي شان نجر ابو جاكي. تعال يا عم شوف الصفة الكارثية على ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي. يا بابا كل ايه؟ كل تاريخ العالم. العالم العالم تحكي لك بقى كل قصه بقى. كل قصه بتاع العالم كله اللي هو التاريخ. صراع عالي حلو. ولك ايه؟ ولك يا ربي. عم اصبر بقى عايزين نتفرج على القناه نجا ابو الشبكي. اخبرينا. لا اتيت واحد. يحدث من الغد. ايه ده؟ انت عملته ده؟ قتلت ليه القناة نجر ابو جاكي؟ قتلتها ليه؟ ليه؟ افرج عليه دلوقتي انا قناة نجر. ايوه كده قتلته عشان ما قتلتش انا جاكي شان. قتلت التلفزيون عشان انا اخش اقول لك وطي وانا مش سامع ام التليفون. ليه كده قتلتها ليه؟ ايه؟ ولك ايه؟ مش كان كتير نفتح الباب. شوف مين؟ حطوا لي انت افتح الباب. بعدين الناس فين التليفون؟ التليفون كان هنا. التليفون راح فين؟ هم افتح شوف مين خط. هتجيب لي بقى قناة نجا ابو جاكي. ماليش دعوة على التليفون. مين؟ انا مين؟ انا مين؟ انا انت مين؟ انا تمين. أنا مين؟ أنا تمين. أنا مين؟ تمين.
تمام. عادل مين؟ مين؟ عمال مين؟ عمال انت مين؟ عمال عادل مين؟ يعني انت مين؟ عمال انت مين؟ انت مين؟ مين؟ انت مين؟ انا انت مين؟ مين؟ انا مين؟ انا انت مين؟ انا محمد. انت مين؟ احمد. مين؟ انا محمد. انا مين؟ انا احمد. مين؟ انا. انت مين؟ انا محمد. محمد مين؟ انا. انت مين؟ محمد. انت مين؟ انا. مين؟ انا. تعالى يوسف شوف ده مين. ده مين؟ ده زبالة. ده بيقول زبالة. ده بيشتمنا. ده بيشتمنا انا احنا الاثنين. مين ده بيشتمنا بيقول زبالة؟ زبالة يا عم. هتلاقي واحد صاحبك بيهزر معاك تقول له انت مين؟ مين؟ انا. هل المسدس في مكتبه يا عم؟ هو المسدس ما ينفعش. الكبار فا عايز الصغير. انت بتشتمنا؟ زبالة. بص بيشتمنا. هل ده المسدس فاهم؟ بيشتمنا انا؟ انا وانت؟ يا عم قول له ربنا يسامحك وخلاص. مش لازم بقى يضربوا عليه نار وكده. قول له ربنا يسامحك. عشان هفتح اشوفهم. انت مين؟ انت مين؟ انت كنت زباله؟ يعني انت بتقول انت الزباله؟ الزباله ايه؟ معلش ما خدتش بالي. وانت بتعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ الزبالة دي ناقصة. ناقصة ازاي؟ معرفش بس هي ناقصة. لا هي كده. هي كده خلاص. قلت ولا خلاص. زبالة. شوف. ايه؟ انا. لك ايه؟ وحش كده. الزبالة دي ناقصة. انا دورتها في دماغي وهي ناقصة الزبالة فعلا. قاعدة الكحك. يا ابني الزبالة هي كده مفيش ترجيع. يعني ايه مفيش ترجيع؟ انا عمال ارجع الزبالة دي. خد يا زبالة. الزبالة ازاي يعني ارجع الزبالة؟ هي كده. انت تدخلها كده مش تعرف. عم خلاص ماشي. نعم. بعدين بقى. لا 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 لا. نورتها في دماغي وقلت لها دي الزبالة دي فعلا ناقصة ناقصة. مفيش زبالة ترجيع. مفيش حاجة اسمها زبالة. مش هرجع حاجة زبالة.
مش هرجع الفلان. مش ترجع. وخد انا كده. رجعني امي الزبالة دي. خلاص ماشي قول دلوقتي زبالة. خد زبالة. لا 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 الزبالة بس كده بقى اشتركوا بقى في القناة واعملوا زر الجرس ومشجع القناة واعملوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد كل فيديو جديد واشتركوا بقى في القناة وعايزين الفيديو ده يوصل الى 100,000 مشترك ساعدونا يوصل 100,000 مشترك واعملوا اعجاب. مالك يا محمد تعال مالك فيه قتلت ليش من هنا يوم انا رايح اهو امي رايح منين من هنا اجري اشترك في القناة واعمل زي الجرس عشان يوصلك كل جديد واعجاب وشارك قصتنا وتعليق عليها.